نشوف شاشتنا تاني تسمح لنا. اتفضلي. اول فيلم اضرب الشحاتين، فلقيتها اما بتتكلم عربي في لكنه كده انجليزي. قلت لها انت مصريه 100% ولا في عرق؟ قالت لا طبعا مصريه. قلت لها طب يعني ده نوع من الارستقراطيه؟ قعدت تضحك وباين اصحاب. قالت لي ما حدش بيكلمني يعني بصراحه انا بتكسف فبتجنب الحديث. وبعدين هي فيها حاجه جميله جدا، ان يوم ما تشتغل مع حد تجيب له ورد الصبح. يعني انا وانت هنعمل فيلم تلاقيها الصبح جايبه لك ورد وشويه بونبوني وبتاع. فاشتغلنا واسلمه. وبعدين انا زعلت جدا لما مشيت ما سابت مصر. ساعة صفا. طبعا النجمة الكبيرة تحية كنوكا. حبيبتي تحية يا روحي عليها. فن وتاريخ و مش ممكن مش ممكن في جمالها، بحبها جدا جدا جدا. والحقيقة اتأثرت قوي 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 لما كنا بنشتغل في إضراب الشحاتين. لأن كانت والدتي لسه متوفية. وكانت هي قايمة بدور يعني حقيقي كل الحنان والعطف. تيجي تطمن عليا، تشوفني أكلت، ساعات تقولي أنا كمان فقدت والدتي يا بنتي وأنا صغيرة، وأعيط في حضنها. وكانت الحقيقة لا يمكن لا يمكن أنسى رقتها وعطفها عليا في الفترة دي. إنما قولي مدام لبنى، هي بتقولي إنك كنت خجولة جدا وكنت بتتكسفي، وإيه حكاية الخجل دي؟ وأعرف إنك شخصية قوية وكده، إنما سائرة وكده، إنما ده ملوش دعوة بده. ملوش دعوة بالخجل؟ لا لا، الخجل حاجة شخصية. القوة بتيجي من الاعتقاد في نظرية أو هدف أو قضية أو إنسان. أنا لما أؤمن بحد أو بحاجة أدافع عنها بكل قوايا وأحارب بإيدي وبسناني وبكله. لكن في حد ذاتي أنا أخش أوضة مليانة ناس ركبي تسيب وأبقى مرتجلة وأبقى مكسوفة طب ايه علاقه ده باللكنه؟ هي كانت تقول ان زي ما تكوني مش مصريه، يعني فيكي لكنه اجنبيه. إيه؟ انا دايما متهمه بالحكايه دي، معرفش قالوا عليها. انا بتهيألي ودان الناس هي اللي بتبقى مشقلبه. انا فاكره ايام الوساده الخاليه، كان اول فيلم اعمله. وكان البطل اسمه صلاح. أول مشهد أنا قاعدة كده على زي ما أنا قاعدة قدامك كده والكاميرا بتقرب، وأظن صلاح بيلعب أسمر يا سمراني على أسطوانة، والأسطوانة بتتكسر فأنا واقفة مش عارفة قلت حاجة صلاح ولا إيه، ولقيت صوت حد واقف ورايا، الكاميرا مش عليا عليا أنا. يا دي الخيبة يا دي الخيبة، جايبين لنا خواجية. مش عارفه تقول صلاح لغايه النهارده زهر بقولها بطريقه غلط. قابلت الاستاذ صلاح السعداني، قال لي انا حبيت اسمي من يوم ما سمعتك بتقولي صلاح. قولي لنا صلاح صلاح صلاح. ساعة صف